طيب انا ببدأ، مش هنتظر اكتر من كده، اللي يخش يبقى يدخل اهلا بيه بعد كده. خليكم معايا كده لحظة. طيب انا بعت لكم المنهج كامل PDF، وقلت لكم ممكن تبدأوا تذاكروا منه لأنه مطابق لطريقة الشرح اللي أنا بشرحه. ودي أسئلة، في أسئلة أنا جايبها وفي أسئلة من كتاب المعاصر، تعالوا بينا نحل مع بعض الحكاية، مش نحل، نحاول نفهم. السؤال الأولاني ده بيقول إيه يا جماعة؟ السؤال ده بيقول إيه؟ خليكم معايا. choose from colon B ها suits in colon A. عندي العمود الأول والثاني. طب كده يا نور، اقري كده الجملة الأولى. ها كومبينيشن اسمها ايه؟ combination of a metal with a non-metal. ركزي بس معايا، لو فهمنا الفي ميتال ونون ميتال، مين في دول المقاديم الدين؟ عايزين نختار واحدة من دول، مين فيهم ميتال وفيهم مين نون ميتال؟ ها طب أسألك سؤال، ال NH3 وال HCl هل دي ميتل ونون ميتل؟ خلي بالنا اما يقول لي ميتل معناها إليمنت واحد، عنصر واحد. النون ميتل برضه عنصر واحد، لا ده كومباوند وده كومباوند. لا طيب اختاري لي بقى مين في دول. ها ثانية بس لو اختار، على ما طب ممكن أسألك سؤال، دي ايه المغنيسيوم ده؟ إليمنت صح؟ والأكسجين ده ايه؟ إليمنت. بس المغنيسيوم ده يعتبر ايه؟ ها ميتل ولا نان ميتل؟ احنا قلنا الصوديوم ال NA والمغنيسيوم والحاجات دي كلها تعتبر ميتل. طب الأكسجين؟ تبقى مثل لا ممكن. يبقى كومبينيشن اوف ميتل ويز نون ميتل، يبقى الاجابه هي بي، اللي هي مغنيسيوم مع الاكسجين يدينا ام جي او. وضحت ولا ما وضحتش؟ ها طب ياسين كريم نمبر 2 اقرا كده. معايا كريم ولا انت رحت فين؟ كومبينيشن كريم، يا كريم مستر، ما فيش حد اسمه معانا كريم دلوقتي. امال مين؟ امال انت مين؟ عمر؟ ايوه يا مستر. طب معلش انا اقصدك يا مش انت اخو ياسين؟ طب انا اقصدك انت، معلش عملوا لي يا كريم انا اقصد عمر. ماشي طب رد قول انا عمر. ماشي يا عمر. combination of an element with ايوه a compound لحظه بقول لك كومبينيشن اوف ايه، بص معايا، element. إليمنت يعني ايه إليمنت؟ يعني عنصر واحد. ويز كومباوند، مين في دول إليمنت وكومباوند في هنا؟ دي بص معايا، السي او ده يعتبر ايه؟ إليمنت ولا كومباوند؟ كلمة ده كومباوند كده يعني عنصر، يعني تو كومباوند إليمنت، ده كومباوند. طب والأكسجين؟ اكسجين، ده element. يبقى دوت إليمنت مع كومباوند، يبقى الإجابة نمبر 2 هي دي. دي يا رضوى، نعم يا رضوى مستر. دايما بتخش متأخرة يا رضوى، بتزعليني كده. طب جاوبي لي رقم 3 يا رضوى، بقول لي كومبينيشن يلا ها اوف ايه؟ نمبر سي نمبر، احنا في رقم، لا اقري الجمله، انا عايز، احنا دلوقتي مش حكايه الاجابه صح وغلط، احنا عايزين نتعلم نقرا مع بعض. ها اقري كده الجمله. combination of كومباوند with compound another compound، يعني ايه كومباوند؟ يعني تو اليمنت مع بعض، مع تو اليمنت، فين في دول كومباوند مع كومباوند؟ سؤال، هي نمبر دي اخترناها لا، ونمبر بي ودي خلاص. طب السي
ده السي لا ده اليمنت والاو اليمنت، يبقى ما تنفعش. هو عايز كومباوند مع ايه يا رضوى؟ ها، مع كومباوند. الان اتش 3 ده كومباوند، والاتش سي ال اهي عنصرين مع بعض يبقى كومباوند، والاتش سي ال كومباوند. ما هو عايز كومباوند مع كومباوند، يبقى الاجابه هنا نمبر ها ايه. فهمنا طريقه الاجابه ازاي؟ طب بصوا الاخيره، كومبينيشن اوف نون ميتال مع النون ميتال، يعني اليمنت ها مع ايه؟ اليمنت عنصر مع، هو ما فيش غير ايه بقى؟ الكربون نون ميتال والاكسجين نون ميتال، يبقى الاجابه دي نمبر فور. فهمناها ولا لسه يا اخوانا؟ فهمنا طريقه الحل ازاي ولا لسه؟ تمام، ايوه ماشي. طيب في اسئله منوعه كتير، بصوا معايا. جايب لي برضو بوليوتنت وهارم، لو انتم مذاكرين هتجاوبوا. بقول لي في ملوثات وفي هارمس اضرار. انا عايز، يلا يا عمر، نمبر وان يا عمر، الكربون دايوكسيد فكروا فيهم كده بسرعة، يعني ما لازم كل واحد الكربون. انتوا فاكرين الدرس ده ولا نسيتوه؟ أنا فاكرة يا مستر، لما اخدنا 6 حالات بوليوتنت وقلنا بيجيبوا اضرار، طب الكربون دايوكسيد بيعمل ايه في دول يا عمر؟ الكربون دايوكسيد بيعمل increasing of air temperature. الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد بيعمل increasing of temperature. برافو عليك، دي نمبر 1. لما بيزيد ثاني اكسيد الكربون بتزيد درجة الايه؟ الحرارة. ها، انا همشي معاك لغاية دلوقتي، يلا ها، وهنشوف بعدين. طب يلا، ها، السلفر اوكسيد، ها قول مين، يلا يا نور، سيلفر اوكسيد. لا يا جماعه، ما هو احنا لو مش مذاكرين، على فكره انا قلت لكم ده الكتاب اللي انا بعته لكم، لحظه لحظه، اونلاين. ولو رجعنا كده الكتاب للشرح اهو موجود، هم دول. لما قلنا الكربون دايوكسيد بيعمل ايه، وقلنا الكربون مونوكسيد بيعمل ايه، هيدك وكذا، والسلفر اوكسيد بيعمل ريسبيراتوري سيستم ديسيز او بيلدينج كوريشن، اللي هو تاكل البنيه. ولو قلنا النيتروجين، كل واحده من دول بتجيب مرض معين. لو انا مش مذاكر الحاجات دي مش هعرف اجاوب عليه. لا، يبقى احنا لازم نجاوب. ارجع تاني، بس انا بوريكم الاسئله موجوده فين. هنا، يلا، السيلفر اوكسيد بتعمل ايه دلوقتي يا نور؟ ها، اسالك سؤال تاني، هل انت مذاكرها ولا لا؟ ما هو انا لو مش مذاكرها وحافظها ما تعرفيش تجاوبي عليها. مذاكرها ولا لا؟ معايا يا نور؟ ها، السلفر شوية السيلفر اوكسيد هتعمل ايه الاجابه؟ ها، بتعمل ما فيهاش تفكير، بي هتبقى لا نمبر ايه، اللي هي بيلدينج كريشن، بيلدينج. تاكل الجسم. طب رضوى، النيتروجين اوكسيد يا رضوى، النيتروجين اوكسيد نحفظها اكني بنذاكر، عارفاها ولا مش عارفاها؟ ما بقى حاجتين، يا اما نيرفس سيستم ايريشن، يا اما اكارنس اوف هيدك بيجيب صداع. ايه دي ولا دي يا رضوى؟ النيتروجين اوكسيد. مستر ممكن كلها ها، بي برافو عليكي، نمبر بي اللي هي 3. النيتروجين اوكسيد ده بوليوتنت، ماده ملوثه بتسبب الايه يا جماعه؟ نيرفس سيستم اريشن. اخر حاجه الكربون مونوكسيد، انتوا عارفين. طب ممكن اسالكم سؤال، ايه الفرق بين كربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد في الاسم؟ ده ايه وايه؟ ده اسمها ايه ودي ايه؟ ده اسمه ايه دوت الكربون دايوكسيد بالعربي؟ ها، قولوا، اي حد عارف يجاوب. ها، ثاني، بصوا، اكسيد الكربون. امال المونو؟
اسمه أول أكسيد الكربون. الكربون مونوكسيد بيعمل إيه يا جماعة؟ هيدك أند فينتنج. هيدك بيجيب صداع، وفينتنج يخلي الواحد إيه كده، يعني هفتان ومش قادر. فهمنا السؤال؟ أتمنى نذاكره يا جماعة. يبقى إحنا عرفنا دوت السؤال دوت على المعادلات التركيبات بتاعتها. وده تعالوا في سؤال تاني موجود هنا، ترو فولز. يلا يا كريم نمبر، يا عمر بتلخبط انا يا عمر معلش. ها، اون بيرنينج، Magnesium step in the air, a black powder is formed. بص مع بص، ماجنيزيوم ستريب. على فكرة اللي مش مذاكر فيكو ممكن واحنا بنحلك انه بيذاكر، لما اجيب ماغنيسيوم ستريب شريط ماغنيسيوم واحرقه في الهواء، هل بيديني بلاك باودر؟ يا ترو يا فولس، ولو True. فولس قول لي الصح. True. ترو؟ لا هي فولس. قولي ليه؟ لانه بيديني وايت باودر. بيدينا ايه يا جماعه؟ ها، وايت باودر المغنيسيوم ستريب، لما اعمل له بيرنينج في الاير يبقى وايت باودر. يبقى الجمله دي غلط، والصح وايت باودر نوت بلاك وايدر، بلاك باودر. وضحت يا كريم يا عمر؟ طيب تمام. يلا يا نور اقري كده. A blessing chemical equation means that the number of atoms of each element is the same in both reactants رياكتنت، يعني and ايه رياكتنت؟ الاول رياكتنت يعني ايه؟ reactant يعني بصي، يعني المواد اللي داخله في التفاعل، ودي المواد الريزلت الخارجه. رياكتنت بقول لي الرياكتنت والبرودكت اللي بتخش التفاعل اللي بتخرج. بقول لي بالانسنج كيميكال ايكويشن، وزن المعادله، معناه ان نمبر اوف اتوم، عدد الذرات في الرياكتنت بيكون ذا سيم، هو نفس عدد الذرات في البرودكت. لا ها، لا ما انتوا ترو هتزعلوني. معناه ايه؟ ترو ما هي ترو صح يا جماعه. انا قلت لكم اما يبقى عندي رياكتنت، بصوا شويه كده راح تاني. ادي المعادلات اللي اخذناها دلوقتي دي، اي معادله من دول المفروض عدد الاتوم اللي هنا، ما هو الجزء ده اللي هو يعتبر ايه؟ ها قولوا معايا، الجزء ده اللي هو ايه؟ رياكتنت. والجزء دوت اللي هو ايه؟ برودكت، المنتج. المفروض الاتوم اللي هنا يساوي الاتوم اللي هنا. فهمنا ولا لسه؟ يبقى المفروض ترو، ترو على طول في المساله دي كده. يلا يا رضوى نمبر 3 اقري كده. The mass of molecule of nitrogen 2 ايوه، ان او 2، ان او 2 ها is is more than more than the mass of molecule of ان او. بص افهم الحته دي، فهمها يا رأى. قولي لي بقى انت، يلا هي رايت معايا ولا مش معايا؟ رايت يا مستر. طب استنوا بس، ما ابعت لكريم اللينك بتاع اسوان، بقول لي فين اللينك، بس هو ما اعرفش ما دخل. لحظه خليكم معايا الاول، معلش يا رضوى. يا رضوى اقري معايا الجمله تاني. بص دوت هنا ايه ده؟ ان اوتو فيه كام ذره نيتروجين؟ واحده. وهنا كام ذره؟ واحده. وان بس الاكسجين قدين هنا؟ تو. تو وهنا ايه؟ 1. يبقى مين الاكبر، ال ان او 2 ولا ال ان او؟ ال ان او تو يبقى صح ولا غلط؟ ازمور. ها، يبقى صح. تو. برافو عليك يا كريم. دخلت يا كريم معايا؟ ايوه مستر. معلش بتتاخر دايما يا كريم. طب انت مذاكر تحليل رقم 4 يا كريم؟ اقراها كده ونحلها مع بعض. يلا نمبر 4 يا كريم، بقول لي ترو وفولس. معلش خدتك على طول كده. يلا يا كريم اقرا كده نمبر فور. The reaction ايوه of magnesium
and oxygen. ايوه is considered direct direct. على فكره هو دايركت كومبينيشن صح، بس between two non metal. الجمله دي صح ولا غلط لا؟ أه؟ ها غلط. ماشي غلط. طب قول لي انت الصح بقى ايه هو؟ one المغنيسيوم ده يعتبر ايه؟ لا two magnesium metal. برافو عليك، الله ينور. طب والاكسجين؟ الأكسجين متل برضه. لا انت قلت لا المغنيسيوم الأكسجين نان ميتل، يبقى ما يقول لي دول الأكسجين الاثنين دول أتومك نان نمبر ميتل بتاعها غلط، إيه؟ هنقول دي بقى بين ميتل ها ان نون متل. اند نان نون ميتل. متل. برافو عليك، برافو عليك، شطور. يلا يا عمر، ها رقم خمسة يا عمر. when ammonia gas reacts with hydrate هيدروليك اسيد. الاول انت عارف هيدروليك اسيد اللي هو ايه؟ اللي هو الاتش سي ال، عشان ما تنساش. اه بقول لي وايت كلاود اوف امونيا كلورايد ار فورمد. بص بقى، ما هو انت يا مذاكر المعادلات هتقول لي ترو ولا فولس، مش مذاكر المعادلات مش هتحل، ما هو لازم مذاكره. ها قول لي بقى، الامونيا جاز لما تتفاعل مع الهيدروليك اسيد بتدينا وايت كلاود اوف امونيا كلورايد، ايه رايك ترو ولا فولس؟ فولز. لا ما انت مش مذاكر، هي ترو. ارجع، هناخد دلوقتي السؤال اللي جاي بعد كده هيكون على المعادلات، خلي بالكو يعني هنتأكد منها. لا هي ترو. رقم ستة يا نور، يلا يا نور. ها اقري كده، لا اقري الجملة. احنا يا جماعة لو سمحتوا احنا بنقرا عشان نتعلم، الحكاية مش هقول لكم صح وغلط، بقول لكم افتحوا الجايد انسر وخلاص، نقرا يلا. It is ايه؟ ثاني It is possible. it is possible of Copeland لا the اسمها ايه؟ chemical To energy convert. لحظة 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 يا نور يا حبيبتي. It is possible to convert chemical energy. يعني ممكن نحول الكيميكال انرجي in some chemical reaction، اما يبقى عندي تفاعل كيميائي بنحول الانرجي الكيميكال to heat energy or electric energy. True ولا false؟ انا عندي كيميكال انرجي، هل ممكن احول الكيميكال ان اسف عندي كيميكال رياكشن حاجات بتتفاعل، هل ممكن احول الكيميكال انرجي لهيت انرجي والكتريك انرجي؟ ترو ولا فولس؟ ها ترو. ترو. رضوى نعم يا مس. الله ينعم عليك يا روح قلبي يا حبيبه قلبي، قولي لي اقري الجمله، ما حدش يقول لي في ايه، اللي اقول اسمه معناه انه هيجاوب. يلا يا حبيبتي قولي يلا. سلفر دايوكسيد. سلفر الأكسجين أكتس إيه؟ إذا أنا هقدر أتصل جرين هاوس افكت. ايه ده ايه ده يا مستر؟ بص معايا، سلفر دايوكسيد جاز، جاز اكت جرين هاوس افكت. انتوا عارفين جرين هاوس اللي هي الصوبه الزراعيه، هل بتستخدم السلفر دايوكسيد؟ لا تاثير ولا ايه؟ ترو ولا فولس؟ ترو. ولو ايه انا بقول لك بريحك، هي فولس. بس الصح ايه بقى؟ اول ما يقول لي جرين هاوس افكت اقول له ايه؟ قولي يلا. ها ان هي يعني مش بتبقى جاز. ما هي جاز. برافو عليك، قولي اسمه ايه بقى الجاز دون؟ ها سي او 2 اللي هو كربون. ها كربون ايه؟ ده دايوكسيد. لا نحفظها بقى، ما انا بقول لكم انتوا مش مذاكرين حاجه بقى. نخلص وبعدين نتكلم، بس انتوا فاهمين. طب انتوا مستفيدين من المناقشه ديت ولا لا؟ ايوه طيب يلا يا كريم، رقم ايه يا كريم؟ by increasing the ريشيو. ريشيو maximum يعني نسبة سي او 2. السي او 2 CO2 دون زودناه، الاير تمبريتشر ديكريز، درجة لا الحرارة ديكريز، increase ترو ولا فولس؟ increase ها؟ false increase برافو عليك، المفروض هنا درجة الحرارة
يبقى ديفولت. خلي بالنا كل ما السي او 2 انكريز التمبريتشر انكريز، يبقى الجمله دي فولس. برافو عليك، تمام. يلا يا عمر تمام يا مستر. انا معاك اهو. كربون ها دايوكسيد باد كاربون افكت اون دايوكسيد. ذا، لسه قايلينها اللي على النيرفس سيستم. هل الكربون دايوكسيد بيأثر على النيرفس سيستم؟ ماشي، فامال مين اللي بيأثر على النيرفس سيستم؟ الكربون مونوكسيد. لا، اجي افكرك بيها، لسه مجاوبين عليها. اهي بص فين، اهي اهي يا كريم. نيتروجين اوكسيد لما قلنا بتاخد نيرفس سيستم اريشن، يبقى نكتب له ايه هنا بقى؟ ها يبقى مش أنا كربون دايوكسيد، هنقول له ايه؟ نيتروجين ايه؟ اوكسيد. انتوا فهمتوا حاجه من الاسئله ديت ولا لسه؟ طب ما تيجوا بينا من ضمن الاسئله المهمه. انا مختار لكم الاسئله دي كلها في كتاب المعاصر، بس انا مختار حاجات معينه. بقول لي هنا ايه بقى؟ complete the following equations and dimension type of each reaction. ولازم يجي السؤال ده في الامتحانات. بقول لي عايزين نكمل الايه؟ الايكويشنز دي بس؟ لا، وايه كمان؟ complete equation mention واذكر نوع التفاعل. يلا يا نور اللي عليك الدور، حظك بقى، قول يا نور. الام جي ده اللي هو ايه يا نور؟ الام جي ثواني مستر. ها؟ مغنيسيوم. والاو 2 اكسجين. لما اوكسجين. المغنيسيوم يتفاعل مع الاكسجين بيدينا ايه؟ ها؟ قولي. اقولي خايفة من ايه؟ قولي حتى لو غلط، قولي. ها؟ يعني اقول متر ولا متر ولا لا قولي اللي هيطلع ايه. انا جبنا اكتبها لك تاني اهي، جبنا مغنيسيوم وجبنا له الاكسجين، هيدينا ايه؟ وولعنا فيهم. المغنيسيوم شاطر، الهيدروجين يجري، هيدينا ايه؟ هيدينا ام جي او 2 ام جي او. مي بس او لا 2 ام جي او. او اما دي ماشي. لما نيجي نوزنها بقى خلي بالنا من حاجه هنا، ام جي او 2 هي هتبدأ، يبقى الإجابة ام جي، بس هنا بنحط لها 2، وهنتعلم الوزن بعد شوية. يلا يا رضوى، دي سهلة دي يا رضوى. اقري كده، ايه مع ايه دوت؟ ايه السي ده اللي هو ايه؟ CO2 الكربون مع الأكسجين. عارفة الفحم؟ الفحم اللي بيولعوا عليه مش وعليه الذرة والفراخ ها؟ اللي هو الكربون، محتاج هواء، بنهوى عليه بالهواية، هواء هيدينا. ايوه قول، انت قلت صح، قلت ايه؟ كربون دايوكسيد. اللي هي سي او 2. برافو عليك. بس نسينا في حاجة معينة، هو بيقول لك منشن تايب اوف رياكشن، هو نوع التفاعل الاولاني ايه؟ بصوا، دايركت ايه؟ ها نمتل دايركت ايه؟ كومباستيشن. اول ما الاقي الحراره يبقى اسمه كومباستيشن، احتراق. دايركت كومباستيشن، احتراق. طب النوع الثاني برضو ايه؟ نفس الحكايه. ها النوع الثاني ده الكومبستيشن برضو. برضو دايركت، هي ها سي او 2 منشن تايب اوف ايتش، ده برضو دايركت، بس بين ايه وايه؟ الكربون ده يعتبر ايه، ميتل ولا نون ميتل؟ متل؟ الكربون لا ها نون متل. نون ميتل، والاكسجين نون نون ميتل، متل. يبقى بتوين ها بتوين ايه؟ between نون متل. تو نون ميتل، تو نون ايه ميتل. يلا يا عمر يا كريم، أيوة يا مستر. يلا. ال NH3 مع HCl، بس اسالك سؤال، مكتوب فوق كده كونك، يعني ايه كونك؟ دي اختصار لايه؟
حد عارفها؟ انا كومباوند عمال احلل كل ايه؟ كومباوند لا، معناها كونسنتريشن يعني مركز. كان ممكن يكتب هنا دل يعني مخفف، اتش سي ال ممكن يكون دل وكونك، كونك اللي هي كونسنتريشن مركز ومخفف. لا، بقول لي حمض مركز. ها، طب الان مع الاتش هيدينا ايه بقى؟ مليني بقى كده الاجابه ايه. ها، ان اتش ادي ان اتش، برافو. ها، ان اتش، اتش ان سي ال هياخد الاتش، برافو عليك. ايوه، برافو، كمل. ها، ان اتش سي ان ال. اتش اه، سي ال بس ال ان اتش سي ال، يبقى ال ان اتش 2 سي ال، دايركت بتوين تو كومباوند. خلي بالنا، ده كومباوند عشان عنصرين، وده كومباوند عشان عنصرين، يبقى التفاعل بتوين تو ايه بقى؟ تو كومباوند، لان اتش 2 سي ال. يلا يا عمر، هنعمل سي او الاول سي او مع الاو 2 سي او. الاول السي او ده اللي هو ايه؟ اختصار لايه؟ كربون، كربون دايوكسيد ولا مونوكسيد؟ كربون مونوكسيد. اللي هو احادي. لسه قايلينها، مع الاكسجين، جاري الاكسجين يجري على الاكسجين هيدينا ايه؟ O2. برافو عليك. لا، مش O2، هيدينا CO2. على طول الكربون مونو ده يجري على الاكسجين ياخد منه CO ايه؟ CO2. وصلت المعلومة ولا لا؟ اللي هو كربون ايه؟ دايوكسيد. ده بين ايه بقى؟ element وكومباوند، between element وايه؟ ها، وكومباوند. يلا يا نور، ال NO زائد ال O2 هتبقى ان او ايوه، برافو عليك. يلا فرحيني، فرحي قلبي. NO وبعدين او ها، NO هي هتديني ان او 2 على طول. ان او 2 تو او ده بين ايه وايه بقى؟ هذا ايه دوت؟ كومباوند ولا ايليمنت؟ كومباوند، ده كومباوند. ما دام عنصرين يبقى. والاكسجين ايه بقى؟ كومباوند لا، الاكسجين ده ايليمنت، اسمه يبقى نقول element. بتوين كومباوند، تبقى بين كومباوند وايه؟ وإليمنت. تعالوا بقى السؤال الجميل من ضمن الأسئلة ده، عمال أنا أوعى لكم في الأسئلة أهو. ريرايت ذا فولوينج، هو عايز إيه في هنا بقى؟ بالانس، عايز يتعلم الوزن، نوزنها. إحنا قلنا دوت، دول كده اسمهم إيه؟ رياكتنت. واللي هنا يبقى إيه؟ ريزلت. المفروض الرياكتنت، يلا يا بصي رضوى، يلا يا سكورة، قولي لي نمبر 1، عايزين ازاي نوزنها؟ ولا اعمل لكم اول واحدة انا؟ معلش يا مستر اعملها عشان انا بجد هعمل انا مش لكم عارفه اول واحدة. بصوا معايا، هو الاي ال هنا كم ذرة؟ كم اتوم؟ 1، صح؟ وهنا الاي ال قدين؟ 1. ون. يبقى ما فيها مشكلة؟ لا، ما فيهاش مشكلة. طب استنى، طب السي ال كام دون؟ السي ال بكام؟ بسري لا، بتو السي ال والسي ال هنا بكام؟ بتو ما ستري ينفعش، لازم ده قد ده. طيب، طب نعمل ايه؟ قال لي ما نحط هنا 2. طب 2 بقت السي ال بكام دلوقتي؟ بقت ب 4، بس دي فور ب 3، هنحط هنا ايه؟ 2. حد ماشي معايا؟ ركزوا معايا، بس السي ال بقت بكام دلوقتي؟ 2 في تقب 6، بفور يبقى نزود ديت 3، عشان 3 في 2 يبقى ب 6. وين؟ بس الاي ال بقت ب 2، نحط هنا 2 للاي ال. مستر نعم، اتلخبطت فيها. طيب، ولا تزعل ولا هلخبطك.
طب ممكن امسح انا الجزئيه دي كده كده بسرعه اهي كده لحظه. حاضر ولا تزعل، كده اهي اتمسحت قدامك. ركز معايا، بص معايا، الايه اللي كام ذره هنا؟ كام واحده؟ واحده صح. وهنا الايه اللي بكام؟ 1. دي ما فيهاش مشكله خلاص. الكلور بقدين؟ ها 2. بس هنا الكلور بكام؟ 3 لا لازم يبقوا قد بعض. طب ايه لو هنا حطينا 3؟ 3 في 2 بكام؟ 6 6. طب دي ب 3، نحط لها هنا ايه؟ 2. ال 2 في 3 بكام؟ اه ده الكلور بقى هنا 6 وهنا 6. بس في مشكلة، الايه اللي بقت 2 وهنا 1، نحط هنا 2 عشان يبقى 2 زي 2. ايه برضو ما فهمتهاش؟ لا فهمتها بس طب يا مين بقى اللي يحليه دي؟ ها يلا يا رضوى أنا كده. كريم، قول يا كريم، انت يا كريم يلا. هنقول الاتش 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 دي مظبوطة بكام؟ مفيهاش أي الاتش حاجة. بكام دول؟ بتو بتو وهنا بكام؟ بتو. خلاص بتو ما فيهاش برضه مشكله، نسيبنا منها خلاص. مفيهاش طب أي هنا حاجة، الان او بكام؟ لأن أوب الان وان والاو، الان ب1. ها والأب وان اه بس هنا الايه بقى؟ الان ب2، فهنضطر والأب نعمل وان ايه هنا؟ نكتب هنا ايه؟ 2 تو عشان تبقى 2. بس الاكسجين بقت بكام هنا؟ بتو وهنا ب1، فنضطر نحط هنا ايه؟ 2. تو يبقى الاكسجين ب2 وهنا ب2، النيتروجين الهيدروجين ب2، بس هنا بقى الهيدروجين بقى كام؟ ب4. يبقى نزود هنا 2 عشان يبقى 4. ها وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ وصلوا طيب مش مين عايزة اللي حل اللي يعمل لي، بعدها. مين اللي بعديها؟ مين اللي حل لي؟ كريم، أنا أيوة يا مصطفى مش انت اللي حليت يا كريم؟ ها ولا مين اللي كان بيحل؟ بقى أنا انا اللي بمسح حليتها بس يا عشان مصطفى، نشوفها. يلا ها يلا اللي أنا بعديها. حلها. لا انا عايز رقم 3 بقى. لا انا عايز رضوى. ايه رأيك يا رضوى؟ رضوى يا رضوى، معايا ولا رحت فين؟ بس تقريبا الرضو طلعت. خرجت. اه طيب قول، قول يا نور. انت بخلي نور كده. ها يا نور نعم يا مستر. يلا نمبر 4 يا نور. الكي اي وسي ال 2 نبدأ نقارنهم. امسك الكي اي دي ب1، الكي ال باب بوان ادي الكي دي بايه؟ ده ب1. وهنا الكي، بوان لا هنا الكي بكام؟ ب وستي اللي لا هو هنا مستر كاتب، احسن سنة ده خليك بص معايا، مستر احسن بص سنة بص نمبر بص 3 احنا في رقم نمبر كام؟ 3 في رقم مستر 2. اسف نسيناها. اسف، رقم 3. 3 ال ان ايه بكام؟ ب1. وهنا بوان ال ان ايه ب1، مفيش مشكله. السي ال بكام؟ ب2 بتو صح؟ وهنا سي ال بايه؟ بوان ب1. ها هنعمل ايه؟ بوان برضه. هنضطر نحط هنا 2 صح كده اهوت. هنضطر عملنا ايه نحط عشان هنا نبقى ايه؟ وان برضه؟ بص معايا، يبقى الكلور بقت ب2 وهي دي ب2، بس الصوديوم بقى ب2، هنضطر نزود هنا ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ ماتر يا رضوى رجعت يا رضوى؟ معلش النت عندي. ولا يهمك ولا يهمك، خليكم معايا. ها انا عايز بقى المسألة نمبر 4، مين اللي حلها لي؟ انت يا رضوى هتحلي لي 5 يلا، بس عايزين في 4. يلا يا كريم ولا عمر، يلا مين اللي حلها لي؟ لا ها انا حليت يا مستر، مين اللي حل؟ حليت يا مستر انت مين؟ عمر. قول يا عمر. طب يلا يا عمر ها. الكي اي اه الكي اي هنا تو بايه؟ الكي ب1 والاي هنا ب1. انا الكي ب1 خليك مع، لا ده الكي هنا ب2، يبقى هضطر اعمل ايه هنا؟ 2. حط تو طب بس الاي بقت ب2، ما هي الاي هنا ب2 صح، يبقى الكي ب2 والاي ب2. طب السي ال بكام هنا؟ ب2.
وادي هنا ايه السي. اللي فيه؟ خلاص نمبر حلو. وان. رضوى، يلا دي سهلة قوي يا رضوى، تعرفي توزنيها البالانس؟ ها لسه انا عندي مشكلة خالص في المسائل دي. طب انا هنمشي، امشي معايا خطوة خطوة. الكربون هنا قدين، كم واحدة كربون؟ بص كده كم واحدة، وان وان الناحية دي وان هنا بكام؟ يبقى الكربون ما فيهوش مشكلة، مظبوطة اهي. هنمسك الاكسجين هنا كام؟ وان، وهنا تو، يبقى كام؟ كام اكسجين؟ 3 3. وهنا كام؟ 2 لا، يبقى هنحاول نضرب ديت في كام؟ ها 3 لا، نضربها في 2 عشان هيبقوا 4 اكسجين و2 كربون، وهنا بقى نعمل هنا 2 عشان يبقى 2 و2 يبقى 4 و4. خليكم معايا عشان لو فصل دلوقتي نخش ونكمل تاني ولا تعبتوا؟ نكمل تاني يا مستر، ها ممكن هنكمل نكمل، تاني حتى لو فصل ممكن نكمل 10 دقايق بس. تمام؟ بس. تمام، موافقين كلكم ولا لا؟ موافقين يا خلاص موافقين. تمام، مش هنتأخر يعني بعد ما نخرج، بس عشان أكمل الدرس على بعضه. تمام؟ وديكوا بعد كده واجب. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا كام سؤال دلوقتي؟ اتعلمنا الوزن، كتبنا المعادلات، عملنا ترو فولس، وعملنا التشوز الاختياري. تعالوا بينا دلوقتي نعمل ايه؟ ها بقول لي منشن، اذكر ذا نيم اوف كيميكال بوليوتنت. السؤال ده مهم ومركز لكم عليه. في ملوثات بتسبب هارمس اضرار. طب اللانج كانسر، هو هنا بقى عايز تقول لي المادة الملوثة اللي بتسبب اللانج كانسر، حد فاكر؟ ها كريم فاكرها؟ لا عمر، ها بص بقى، سلفر. ايوه هو عايز البوليوت، انت المادة الملوثة ايه؟ قال لك بيرنينج، ها بيرنينج، بيرنينج كول، حرق الفحم، وايه كمان؟ الفابريك، فابريك اللي هو زي البيبر، البيبر لما احرقه. الحاجات دي هي اللي تسبب لانج كانسر، سرطان الايه؟ الصدر. طيب يا رضوى، هيدك وفينتنج، الصداع والبهتان لانك باصفر كده، مش انت، اي حد، وستومك اك، وألم في المعدة، مين اللي بيسببه؟ مستر عايز احلها، ها؟ انا عايز مستر احلها؟ عايز احلها. طب قول كريم ولا مين؟ قول يا كريم. انا ها؟ عمر. عمر. الكربون دايوكسيد، ها؟ كربون؟ كربون دايوكسيد، كربون إيه؟ كربون. ايوه لا، كربون دايوكسيد، كربون كربون مونو مونوكسيد. كربون مونو. أوكسيد، مش دايو. كربون مونوكسيد هو اللي بيسبب الايه؟ هيدك، ريسبيراتوري سيستم مالفانكشن اند بالدنج كوريشن. لسه قايلينها، مين اللي بيسبب الريسبيراتوري سيستم؟ الالام في الجهاز الكربون دايوكسيد، التنفسي. ها الكربون دايوكسيد، لا، الايه؟ النيتروجين او السلفر. سلفر. ها سلفر، سلفر سلفر ايه بقى؟ سلفر اوكسيد. سلفر ايه يا جماعه؟ اوكسيد. اخر واحده، النيرفس سيستم. اول ما يقول لي نيرفس سيستم انفلميشن اوف ذا اي ويأثر على العين، مين اللي بيأثر؟ ها يا لا، نيتروجين نيتروجين، نيتروجين اوكسايد. اوكسيد. انا قلت لكم في حاجات، معلش، هو الدرس كله كيمستري وكيمياء ومعادلات، محتاج بقولها لكم بالانجلش سيف حفظ، او بالعربي كلمة حفظ. بصوا بقى معايا، انا بعت لكم الكتاب كله PDF، صح؟ اللي يحب يطبعه يطبعه ويذاكر منه،
طب ما في اسئله كتير عشان الوقت هنوقف دلوقتي. هبعت لكم اقول لكم حلوا لي السؤال مثلا رقم كام وصفحه كام، تفتح الملف في PDF وممكن تحل. تمام؟ هختار مستر، لكم هو مش ده الكتاب المعاصر؟ كتاب، لا مش المعاصر، لا ده الكتاب اللي انا عامله بس فيه الاسئله دي من المعاصر. انتوا معايا؟ يعني انا جايب بعض الاسئله من كتاب ده، يعني لا الاسئله دي كتاب المدرسه واسئله من كتاب المعاصر، فاهمين ازاي؟ وفي اسئله عامه اهي، هختار لكم انا اسئله وتجاوبوا عليها. تمام؟ هبعت لكم بالليل او بكره، ويبقى ميعادنا الحصه الجايه الاقي الاسئله محلوله لو سمحتوا. أني بقى مستر هتقول هتبعت لنا ايه؟ هبعت لكم ملف فيه اسئله بس، او اقول لكم صفحه كذا، بس الافضل هبعت لكم الاسئله مطبوعه بس، يعني ورقه او ورقتين تحلوها. تمام؟ مش هلخبطكم، تمام هبعت لكم مستر. اسئله. تمام. تمام مستر، طيب في حد عنده استفسار او تساؤل دلوقتي؟ نو بروبلم. ها؟ طب استفدتوا حاجه معايا النهارده؟ ايوه يا مستر، اه، بس انا عايزكم تذاكروا، بدون مذاكره هيبقى تضييع وقت. يلا مع السلامة، وما تتأخرش. على فكرة يا كريم، الرابط ما بيتغيرش، هو الرابط ثابت طول كل حصة. تمام؟ تمام. يلا مع السلامة.